بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة بعض الوضعيات من التمارين الواردة في كتاب الجيل الثاني للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، والتي تدور حول استطاعة تحويل الطاقة. وكما هو معلوم، فإن التمارين الواردة أو الوضعيات الواردة في الكتاب مقسمة إلى ثلاث سلاسل. السلسلة الأولى تتمثل في أختبر معارفي، والسلسلة الثانية تتمثل في أطبق معارفي، والسلسلة الثالثة أوظف معارفي. إذن في هذه الحلقة بإذن الله سنبدأ مع السلسلة الأولى، وبدون إطالة مع الوضعية الأولى التي هذا نصها أجب بصحيح أو خطأ. استطاعة تحويل الطاقة هي غزارة تحويل الطاقة. ثانيا، تسمح فاتورة الكهرباء بمعرفة التكلفة المتوسطة للاستهلاك اليومي للطاقة. ثالثا، كلما زادت مدة تحويل الطاقة كلما انخفضت استطاعة التحويل. إذا المطلوب منا أن ندقق في هذه العبارات ونجيب إن كانت هذه العبارات صحيحة أم خاطئة. العبارة الأولى، استطاعة تحويل الطاقة هي غزارة تحويل الطاقة. نعم، هذه العبارة صحيحة. استطاعة تحويل الطاقة ما هي إلا غزارة تحويل الطاقة. العبارة الثانية، هل فاتورة الكهرباء تسمح بمعرفة التكلفة المتوسطة للاستهلاك اليومي للطاقة؟ نعم، نلاحظ بأن التكلفة الموجودة في فاتورة الكهرباء والغاز هي قيمة أو تعادل قيمة الطاقة المستهلكة خلال أو المحولة خلال فصل، خلال 3 أشهر. فهذه القيمة إذا قسمناها عدد أعداد أيام الفصل، فإننا نتمكن من معرفة ما هي قيمة الاستهلاك اليومي للطاقة. إذن فالعبارة كذلك صحيحة، تسمح فاتورة الكهرباء بمعرفة التكلفة المتوسطة للاستهلاك اليومي للطاقة. العبارة الثالثة، كلما زادت مدة تحويل الطاقة كلما انخفضت استطاعة التحويل. إذن هنا كذلك العبارة صحيحة، فكلما زادت مدة تحويل الطاقة كلما انخفضت استطاعة التحويل. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ربما هناك لديك تساؤل، تقول كيف يزيد الزمن والاستطاعة تقل؟ نعم، مثلا هذا التمرين الذي بين أيدينا مدة إنجازه لا تتجاوز 10 دقائق. فهناك تلميذ أنت أنجزته في 10 دقائق، وتلميذ أنجزه في 20 دقيقة أو 30 دقيقة. إذن فكلما زادت المدة التي سينجز فيها التمرين، فنقول أن أداء هذا التلميذ منخفض أو ضعيف، أو استطاعته ضعيفة. إذن هكذا في تحويل الجملة للطاقة، فكلما زاد زمن التحويل لهذا المقدار كلما دل على أن استطاعته منخفضة. إذن فهذه العبارة صحيحة كذلك. إذن نمر إلى الوضعية الثانية أو إلى التمرين الثاني. يقول أتمم الفراغات بالعبارة المناسبة. يشتغل مصباح تحت توتر 220 فولت ف فراغ، طاقة كهربائية فراغ 60 واط. العبارة الثانية، يسجل فراغ الكهربائي في المنزل فراغ المستهلكة ويقيسها بفراغ. ثالثا، طاقة لا تستحدث ولا كذا إذا كذا جملة ما طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة فراغ، قد فراغ من جملة أخرى أو فراغ لها. إذن نتمم هذه العبارات. العبارة الأولى، يشتغل مصباح تحت توتر 220 فولت فيحول طاقة كهربائية بسرعة 60 واط أو باستطاعة 60 واط. العبارة الثانية، يسجل العداد الكهربائي في المنزل الطاقة المستهلكة أو الطاقة المحولة ويقيسها بالكيلووات ساعي، أي بوحدة الكيلووات ساعي. العبارة الثالثة، الطاقة لا تستحدث ولا تزول إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أخرى أو قدمتها لها.
الوضعية الثالثة، أكمل الفراغات دائما بالكلمات الآتية. الآن أعطى لنا الخيارات أو الكلمات، لدينا العداد، الفولت، الطاقة E، ك دبليو في اش، الاستطاعة بي 2 يشتغل، أو هنا العبارة الأولى، يشتغل مصباح كهربائي تحت قوة محركة كهربائية فيحول الطاقة الكهربائية ب 18 واط. 18 واط هي الاستطاعة بي أو استطاعة التحويل بي. العبارة الثانية، يسجل العداد الكهربائي في المنزل الطاقة E بالكيلو واط ساعي ويقيسها بوحدة الكيلو واط ساعي. إذن هذا بالنسبة للوضعية الثالثة. نمر إلى الوضعية الرابعة، أملأ الجدول التالي. إذن هو أعطى لنا هذا الجدول وفيه هذه البيانات. إذن لدينا العلاقة المستعملة، أعطى لنا علاقة واحدة وهي العلاقة الرئيسية لحساب الاستطاعة P تساوي E على T، وأعطى لنا المقادير، رموز المقادير الفيزيائية T الزمن، P الاستطاعة، و E الطاقة. إذن ففي السطر الأول أعطى لنا زمن التشغيل واستطاعة التحويل لجهاز ما، ويطلب منا أن نجد العلاقة التي نطبقها لإيجاد قيمة الطاقة. إذن العلاقة الرئيسية قلنا هي الاستطاعة كما نلاحظ تساوي E على T، يعني استطاعة التحويل تساوي الطاقة المحولة على الزمن المستغرق. إذن فمن بدلالة المعطيات التي بحوزتنا لدينا الزمن ولدينا الاستطاعة، فلا نستطيع أن نطبق هذه العلاقة، بل نستخرج منها علاقة حساب الطاقة، نحن نريد أن نحسب الطاقة. إذن فتكون العلاقة كالآتي، الطاقة تساوي الاستطاعة في الزمن. إذن من العلاقة الرئيسية استخرجنا هذه العلاقة الفرعية الخاصة بالطاقة، الطاقة تساوي الاستطاعة في الزمن. نطبق الآن هنا، نحسب الطاقة المحولة بالجول. فما الذي يجب فعله؟ أننا سنحول مقدار الزمن 1 دقيقة إلى الثواني، أي 1 في 60 ثانية. يصبح لدينا 60 ضربناها في 100 تعطي لنا 6000 جول. نمر إلى السطر الثاني. السطر الثاني لدينا العلاقة مثل ما ذكرنا التي تطبق، ولدينا الزمن المستغرق للتحويل، ولدينا الطاقة المحولة بالجول، ويطلب منا الاستطاعة. هنا نطبق مباشرة العلاقة التي درسناها P تساوي E على T، لا نحتاج إلى تحويل، فنجد مباشرة، يعني قسمنا 3600 جول على 10 ثواني وجدنا 360 واط. السطر الثالث، السطر الثالث أعطى لنا استطاعة التحويل بالواط ساعي، وأعطى لنا أعطى لنا الطاقة المحولة بالواط ساعي 40 واط ساعي، واستطاعة تحويل هذه الجملة هي 150 واط، ويريد منا أن نستخرج ما هو زمن التحويل. هنا كذلك سنستنبط أو نستنتج العلاقة التي نحسب بها الزمن. إذن علاقة حساب الزمن نستخرجها هي T تساوي E على P. إذن دائما من العلاقة الرئيسية، من هذه العلاقة نستخرج علاقة لحساب الزمن T تساوي E على P. الـ E موجودة قيمتها 40 واط ساعي، استطاعة التحويل 150 واط. إذن هنا كذلك لا نحول، لأنه يوجد تجانس في الوحدات، لدينا W هنا و W هنا. إذن نقسم مقدار الطاقة المحولة على استطاعة التحويل، سنجد الزمن أو زمن التحويل هو 960 ثانية، بعد ما نكون قد وجدناه بالساعة نحوله إلى الثواني إن أردنا. إذن نمر إلى السطر الموالي. السطر الموالي كذلك أعطى لنا
استطاعة التحويل وزمن التحويل، ويطلب منا الطاقة، يعني يشبه السطر الأول تماما مع اختلاف فقط في ربما في الوحدة. إذا نطبق نفس العلاقة E تساوي P في T، ونجد القيمة بالكيلو وات ساعي. هنا كيف وجدنا القيمة؟ يعني ما عليك إلا أن تضرب استطاعة تحويل 2.7 كيلو وات في 3 ساعات، يكون الناتج بالكيلو وات ساعي. في السطر الموالي يطلب منا إيجاد استطاعة التحويل. نطبق علاقة الاستطاعة، استطاعة التحويل P تساوي E على T. كذلك هنا لا يوجد فيه تحويل، نقسم مباشرة 150 كيلو وات، أو نحول 150 كيلو وات ساعي إلى الوات ساعي، ونقسم على الزمن، فنجد استطاعة التحويل تساوي 75 كيلو وات، أو 7500 أو 75000 واط. إذا هذا بالنسبة للسطر ما قبل الأخير. في السطر الأخير كذلك لدينا الطاقة المحولة واستطاعة التحويل، وسنستخرج الزمن. نطبق قانون الزمن T يساوي E على P، ونقوم بعملية القسمة الطاقة على الاستطاعة المحولة. نجد الزمن هنا كان بالثواني، ثم حولناه إلى دقائق. إذن هنا يعني كيف يكون تجانس في هذا المعذرة. إذن قلنا نحول الكيلو وات ساعي إلى الوات، كيلو وات ساعي إلى الوات، يعني نضرب 0.5 في 1000، ثم نقسم على 2200 واط. سيكون الزمن هنا بالساعات، وبعدها نحوله إلى دقائق أو ثواني كما نريد. إذن بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الوضعية. نمر إلى الوضعية الموالية. إذن في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.